يمتلك الدكتور مانويل ديل بوسكي شقة في بني كاسم أو بني قاسم على الساحل المتوسطي لإسبانيا، وقد تعود الطبيب الذي يمتلك عيادة في بلنسية على التوجه إلى بني قاسم لتمضية عطل نهايات الأسابيع أو العطل الصيفية. لم يتزوج الدكتور مانويل قط، وإن كان اتخذ خليلات كثيرات، وهو في 55 لم يكن مطروحا لديه أي مشروع زواج. يذكر أن مارغاريتا دي لا كلارا تلك الأندلسية القادمة من قرطبة كانت أكثر من تعلق بهن. تعرف عليها في صيف العام 2000 وافترق 3 سنوات بعد ذلك. كانت مارغاريتا تريد تتويج تلك العلاقة الغرامية الملتهبة بالزواج، ولكن مانويل لم يكن لديه مشروع زواج. في العام 2006 في شهر غشت كان الدكتور مانويل في بني قاسم ككل صيف. السمر يحلو في حانات بني قاسم، والنسيم يمنح الليالي امتدادا إلى مطلع الفجر. وكذلك عاد مانويل متأخرا إلى شقته في فجر 16 من غشت من العام 2006، لعله أفرط في تناول المشروبات الكحولية، ولكنه ظل متماسكا. كان شارع كاستيون الذي اصطفت على رصيفيه الأشجار يمتد تحت أضواء خافتة. الساعة تقترب من 4 فجرا، تكاد تنعدم الحركة. ربما رأى مانويل من بعيد زوجا من العشاق يتهادى. ليس في الأمر ما يستوقف انتباهه. فتح باب العمارة، في مدخلها مرايا تغطي الجزء الأكبر من الجدران. نظر إليها فرأى نفسه، ولعله ابتسم، ثم تقدم نحو باب المصعد. يبدو له الآن قريبا سريره في تلك الشقة التي تقع في الطابق 3. ضغط على الزر، يعلم أن المصعد لن يلبث أن يفتح دفتيه. لم يطل انتظاره، رأى الشاشة أعلى باب المصعد ترسم الرقم 0. لقد وصل. ثم انفتح الباب، تقدم، ولكنه اصطدم بشخص خارج من المصعد. كان يضع على وجهه قناعا كتلك الأقنعة التي يرتديها عشاق الحفلات التنكرية. كان قناعا أبيض يغطي العينين والأنف. من تحت القناع ظهرت لحية اخترقت لونها الداكن بقع من الشيب. اندفع المقنع دون أن ينطق كلمة واحدة. رآه يفتح الباب ثم يختفي في الشارع. هم مانويل باتباعه، ثم لسبب لا يعلمه قرر ركوب المصعد. ضغط على الزر، انفتحت الدفتان وابتلعتاه. في الطابق 3 3 شقق. كانت شقته مقابلة تماما لباب المصعد. خرج ومضى إلى الباب، فتحه، دخل ومضى مباشرة إلى سريره. لم ينزع ثيابه، لعل حالة السكر التي كان عليها حالت بينه وذلك. في قرارة نفسه أن يوما آخر ظنه ممتعا قد انتهى. هو في عطلة وسينام إلى أن ينال جسمه ما يكفي من الراحة. كذلك حدث نفسه في الرمق الأخير من صحوته. ولكن الذي حدث لم يكن لينسجم مع رغبته تلك. في حدود 9 صباحا قرع جرس شقته مرة ثم مرات. كان الذي بالباب يبدي إصرارا غريبا. نهض الدكتور مانويل ديل بوسكي متثاقلا، حتى إنه ظن أن حالة مستعجلة دفعت بأحدهم ليطرق بابه. ثم تذكر أنه في عطلة. كانت خطواته قد أوصلته إلى الباب. تفطن إلى أنه شبه عار. توارى وراء الباب وأطل برأسه. الشرطة. قال الشرطي الواقف أمامه إنه يريد أن يوجه إليه 2 أسئلة. ظل يحملق فيه لبرهة، ثم استأذنه في ارتداء ملابسه. كان ما رآه كافيا لإخراجه من عالم النيام. بعد 2 دقيقة فتح الباب وأدخل الشرطي. كان شابا، لعله قرأ استغراب مانويل لحضور الشرطة إلى منزله فبادره بالحديث. اعتذر الشرطي. كان الأهم بالنسبة لمانويل هو ما بعد الاعتذار، ثم قال: سيد مانويل ديل بوسكي،
هل لي أن أسألك متى عدت إلى شقتك أمس؟ نظر مانويل إلى الشرطي باستغراب. لماذا؟ ألا تعلم؟ ما الذي حدث؟ الليلة الماضية تعرضت الشقة الملاصقة لشقتك لاعتداء. صمت الشرطي قليلا. قتلت صاحبة الشقة السيدة بلانكا. نزل الخبر كالصاعقة على مانويل. السيدة بلانكا، بلانكا مورسيانو، جارته كانت امرأة طيبة، كثيرا ما التقيا في المصعد أو عند الباب. كانت وهي في عقدها السابع تحب الحياة وتقبل عليها. مضى يفكر في السبب الذي يدفع إلى قتل امرأة بتلك الطيبوبة لما جاءه صوت الشرطي الشاب. سيد مانويل، نقدر إحساسك، ولكننا نريد معرفة ما إذا كنت قد سمعت حركة غير عادية أو رأيت شخصا غريبا. تذكر مانويل ذلك المقنع الذي اندفع خارجا من المصعد. اسمع سيدي، عدت إلى البيت في حدود الرابعة صباحا، ولما هممت بدخول المصعد فجاءني شخص يخرج منه، كان مقنعا يضع على وجهه قناعا أبيض كذلك الذي يضعه المشاركون في حفلات تنكرية. قلت إنك عدت في الرابعة فجرا. نعم، أظن أن الساعة كانت في حدود ذلك. ركب الشرطي الشاب رقما على لوحة هاتفه النقال، ثم أبلغ من يخاطبه بما سمعه من مانويل. أقفل الخط وطلب من مانويل أن يرافقه إلى مقر الشرطة لتدوين إفاداته في محضر رسمي. حينها أضاف معلومات من قبيل أن الرجل الذي اندفع خارجا من المصعد كان ملتحيا، وأن بلحيته بقعا بيضاء من شيب أشار إلى أنه ينزع إلى الطول. سئل مانويل عن بواب العمارة، قال إنه لما دخل لم يره، وإن أضواء غرفته كانت مطفأة. لم يخف مانويل قلقه. الذي حدث لسيدة بلانكا يعني أنه لم يعد آمنا في شقته تلك. في كل الحالات فإن ذلك لا يمكن أن يدفعه إلى التخلي عن بني قاسم التي يعشقها. يعلم مانويل أن شرطة بني قاسم تقوم بالتحريات اللازمة على أمل الوصول إلى قاتل السيدة بلانكا الذي لم يترك وراءه ما يقود إليه، في الظاهر على الأقل. كانت الفرضية الأقوى أن القاتل من معارف الضحية، وأنها ربما تكون فتحت له باب العمارة وباب شقتها. في الأيام التي تلت كان الدكتور مانويل ديل بوسكي يستنفر كل ذاكرته كلما صادف ملتحيا في الشارع أو في مقهى أو في سهرة. ثم ذات عصر بينما كان يمر في شارع كارلوس سالفادور تذكر سيدة بلانكا. كان قد التقاها قبل أيام هناك. أخبرته أنها كانت عند كارلوس الحلاق. كانت تتحدث عنه بإعجاب لافت للانتباه. رآه مانويل مرة أو مرتين. كان يبدو رجلا وسيما، وكانت لحيته السوداء التي بدأ يغزوها الشيب والمشذبة بعناية تزيده أناقة. اللحية، وكأنه تذكر شيئا. تفجر في ذهنه سؤال، هل يكون قاتل بلانكا هو كارلوس الحلاق؟ كان يقترب من محله، كان مفتوحا. فكر مانويل في الدخول متذرعا برغبته في تصفيف شعره. بدا له الرجل مختلفا بعض الشيء عن ذاك الذي رآه من قبل، وكأن شيئا ما تغير في وجهه. وسرعان ما اكتشف أن كارلوس الذي كانت تؤثث وجهه لحية أنيقة لم يعد ملتحيا. انتظر دوره. كان وقت الانتظار فرصة إضافية لاستراق النظر إليه. كان الرجل مديد القامة يتصرف بما يبدو تلقائية، على شفتيه ابتسامة لا تفارقه أحيانا بلا سبب ظاهر. لما جاء دور مانويل وقف الحلاق كارلوس ينظر إليه، لعله كان يفكر فيما يناسب زبونه الجديد. ثم بادره بسؤال، هل هي المرة الأولى التي تزورنا فيها؟ نعم، ولكنني أعرف المحل منذ فترة. جارتي كانت زبونة لكم. من تكون؟ تنفس مانويل نفسا عميقا. فليرحمها الله السيدة بلانكا، بلانكا مورسيانو. نطق اسمها وهو ينظر في عيني الحلاق.
ارتسمت على ملامحه ردة فعل لا يدري كيف يصفها. ثم تدارك الموقف، ابتلع ريقه وقال: فليرحمها الله، نعم كانت زبونة محترمة. ومتى ماتت؟ بالنسبة لمانويل فإن السؤال الذي طرحه كارلوس الحلاق يشي بأنه كان يعلم وبأنه ربما أخفى شيئا ما. غادر مانويل محل الحلاقة، كانت شكوكه تزداد. المقنع الذي صادفه فجر ذلك اليوم الذي قتلت فيه بلانكا ربما كان كارلوس نفسه. يبدو أنه تخلص من لحيته قبل بضعة أيام فقط. في الغد مضى مانويل إلى المقر المركزي لشرطة بني كاسم أو بني قاسم. أفضى للضابط الذي استمع إليه يوم قتلت جارته بأنه يشك في أن المقنع الذي صادفه خارجا من المصعد هو كارلوس الحلاق. عدا اللحية التي حلقها حديثا، تبقى الأوصاف التي يحتفظ بها مانويل في ذاكرته تنطبق عليه تماما. كانت عطلته تشرف على نهايتها، ثم غادر إلى بلنسيا. ذات صباح خريفي بينما كان يطالع الصحف قبل التوجه إلى عيادته، استوقفه عنوان في صفحة الحوادث: بني كاسم، تم القبض على قاتل بلانكا مورسيانو. كان خبرا من بضعة أسطر يقول تمكنت الشرطة من اعتقال القاتل الذي لم يكن سوى الحلاق الذي ترددت الضحية على محله لسنوات والذي كان خليلا لها. يشير الخبر إلى أن الضحية كانت قد اكتتبت بوليصة تأمين على الحياة في اسمه بقيمة 100,000 يورو، ويبدو أنه كان مستعجلا الاستفادة منها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة